سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 3006 حالات قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 30,205 حالات. منها 72 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و18 حالة في وحدة العناية القصوى، هذا وتم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 4600 وحالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 469,994 حالة.